عينك في الموزة اللي باكلها. ايه ده احنا على الهوا؟ مش تقولوا يا اولاد. اعزائي المشاهدين، الناس في بلدي حائرون، يتساءلون، يتشاورون، الناس على المراتب ما عدوا ينامون. ظاهرة جديدة تجتاح الشارع المصري، ألا وهي ظاهرة الإحباط. ظاهرة الإحباط تتصدر الفيسبوك بهاشتاج أحبطونا وطلعتم عين اللي جابونا. على غير العادة قمت النهاردة بدري بتفرج على فيلم الأجنبي التاريخي المفضل توم أند جيري، القط والفأر. مش الفأر اللي هو الفأر، الفأر اللي هو حلو الزغنن أبو ديل ده، بيجري ورا القط. القط أصابه الإحباط شديد جدا. أنا استغربت فقررت إني أناقش هذه الظاهرة في برنامج حديث مدينة، وده فكرني بالأغنية الشهيرة اللي غناها أمير الغناء العربي الفنان ريكو حينما قال: أنا جالي يا ناس إحباط كده كده من تحت الباط. كده كده تأكيد وساركازم على وجود الإحباط. كان ممكن يقول كده واحدة، لكن وجود كده كده تأكيد من المؤلف والشاعر على وجود الإحباط. عشان ما أطولش عليكم، لأن أنا لست مذيعاً بل محاوراً، ولما بمسك في موضوع بفضل أسترسل ورقي، كفاية بدخل مناخيري في كل موضوع. معايا النهاردة أول حالة، حالة من حالات الإحباط التي يا ابني مش ده كيو دخولك. ايه بس يا أستاذ، في ايه؟ ايه بس يا أستاذ، اسمح لي إني أسألك وأحرجك ونورك وشورك ونط في بنطلونك. يا أستاذ سؤال واحد، سؤال واحد يا أستاذ، في ايه ده كله؟ سؤال واحد، إذا سؤال واحد، قول لي يا ابني اسمك ايه؟ سامي مصطفى. سامي يا أستاذ. سامي وسامي، ويتدخل بينهم مصطفى بدون أي داعي. سنك يا ابني؟ 26 سنة يا أستاذ. سجل يا سجل يا مدني، 26 رقم جديد جينيس ريكورد لن يتكرر غير كل سنة مرة. ساكن فين يا ابني؟ السكاكين يا أستاذ. يخرب بيت حروفك، السين عاملة معاك عقد احتكار. بتشتغل ايه يا ابني؟ عاوز امثل يا استاذ. عاوز تمثل؟ الله، موهبه جديده، وريني حاجه اتفرج عليك وانت بتمثل. نداء للدكتور اشرف زكي، اسحبه منه الكرنيه. انا لسه قلت حاجه يا استاذ. الجواب بيبان من عنوانه يا ابني، حرام عليك. راعي سني وظروفي، فانا لست مذيعا انا محاورا. عايزك تحكي للناس في البيوت، في المسرح، في الشارع، قول لهم أنت إيه هي حكايتك؟ أنا هقول لك. لا، عايز كآبة، عايز يعني ذل، عايزك تصعب على الناس. وطي وطي شوية، انزل كمان، إيدك كده، وشك في الأرض، أيوة، اتشل شوية، أيوة. حالة. حالة من حالات الإحباط. هنعرف إيه هي حكايته في برنامج حديث مدينة. ألو؟ أيوة يا عماد، يا عماد فين السباك يا عماد؟ يا عماد الحنفية بتنقط والأستاذ بترفض على الآخر. أيوه أيوه جاية يا عماد، الصرف وتجيب لي سباك. يا عماد دول يا غرقانة. أيوه أيوه جاية يا عماد، الصرف وتجيب لي سباك من تحت الأرض. يلا ما تفتحي لي يا ستي، خلينا خف. إيه اللي أيوه أيوه جاية جاية؟ مش فاهم أنا في إيه. لا يا عماد، في حاجات غريبة بتحصل يا عماد. يا عماد الحقني. مساء الخير يا أستاذة، أنا سامي مصطفى تامي، ممثل جاي أقابل الأستاذ زتوني المنتج من طرف الأستاذ التنبيتي. إيه يا حبيبي؟ حبيبي؟ الحمد لله على نعمة الوسامة. لأ، كده عيب بقى. عيب؟ إحنا لسه عملنا حاجة بالصلاة على النبي. بقولك إيه، الحوض مكسور. ما الحوض زي الفل، أقسم بالله.
بينقط. ما كنا هاتف هو. انت مين وبتعمل ايه ودخلت هنا ازاي واقف ليه وجاي ليه يا فندم؟ إيه؟ سؤال واحد، سؤال واحد اجاوب عليه فيه ايه؟ انت مين؟ انا تامي مصطفى تامي ممثل جاي اقابل الاستاذ بسيوني المنتج من طرف الاستاذ التنبيفي. واخدت الميعاد ده ازاي؟ بالتليفون ولا حد يدهولك ولا انت ماشي كده اقول لك في شكل ايدك فضل؟ يا فندم سؤال واحد حرام عليكي فيه ايه؟ الاستاذ مش موجود. يلا طرقنا. كذابه، الاستاذ موجود جوه، انا شايفه بعيني دول واقف بيستحمى في الحمام، واقف بتبوسه كده اهو، اول ما لقيته خلص رحت لافف بسرعه عشان اقابله. ليمون اللي غاروا مني قالوا لي وش عجبك فيها؟ قلت لهم للجهل وفاني. خذوا عيني شوفوا بيها. الله الله يا استاذ بوشناق، الله. ساميه بقول لك ايه، سالت على توتي؟ طبعا سالت عليها في المستشفى. اكيد. هتخرج امتى؟ بكره بسرعه حالا، تروحي تخلصي اجراءات الخروج عشان عايز بسرعه. عيوني يا عيوني. يلا بسرعه بسرعه يا ساميه. يا رب يا رب. ايه ده معايا والنبي يا استاذ؟ يا رب قومها بالسلامه يا رب. يا رب يا رب اكرمها يا رب، احنا مالناش الا هي يا رب. يا رب يا رب قومها لنا بالسلامه والنبي يا رب. يا رب والنبي يا استاذ ادعي معانا كمان الله يخليك. يلا يا رب اخد دور البطوله في المسلسل اللي الاستاذ بسيوني بيعمله يا رب. يا رب اخد. انت مين يا ولد؟ ولد انت مين وايه اللي دخلك هنا؟ انا تامي مصطفى تامي ممثل جاي لحضرتك من طرف الاستاذ التنبيتي علشان امثل في التمثيليه الجديده اللي سيادتك بتعملها. اللغه الغريبه دي انا اول مره اسمع. احنا مش عايزين اجانب، نو فورينر. سامية يا استاذ، يا استاذ انا مصري. مصري؟ ولما انت مصري يا ابني بتتكلم كده ليه؟ اصل انا ألدغ، بقول السين سين. يا ابني انت مش ألدغ، انت متخلف. انت تروح لدكتور نفساني. والله رحت يا استاذ لدكتور نفساني، عليك لي وه وساب لي السين. نادي النيله السوداء، انت يا ابني مشوه. يا استاذ والنبي حسن خاطري اخد دور بس في التمثيليه اللي سيادتك بتعملها. لا والله مش هينفع، معلش. سامع يا استاذ، التمثيليه اللي بتاعت الاستاذ مصطفى ثعبان. مصطفى ثعبان؟ في ممثل في الدنيا اسمه مصطفى ثعبان؟ ده ايه ده يا ابني؟ ده ممثل عراقي. ده ممثل مصري يا استاذ، ده مشهور قوي. والله يا ابني اول مره اسمع الاسم ده. افكرك بيه يا استاذ، حبيبي يا ربنا. اذا كان كده ماشي. آه يا ابني لا، ده احنا مشيناه من زمان قوي. ليه بس يا أستاذ؟ أحبوش. والله يا ابني بيجي التصوير يقعد يتلاعب بالدور ويلدغ في زمايله في اللوكيشن، قلنا بقى مشيه وخلاص. وهتجيبه مين مكانه يا أستاذ؟ الأستاذ يوسف ثعبان؟ لا احنا هنجيب ثعبان عبد الرحيم. الله الله يا أستاذ، الأستاذ ثعبان عبد الرحيم بحبه قوي. وده أكيد هتجيبوا له ممثلة كبرى تقف قدامه. يا ابني يا ابني بقول لك مشيناه مشيناه. طب يا استاذ والنبي اخد بقى انا دور البطوله. لا والله ما ينفعش، معلش. ليه يا استاذ؟ معلش انت بتعرف تمثل؟ انا يا استاذ بعرف امثل. حلو، واعمل لك اختبار دلوقتي حالا. اتفضل يا استاذ. حلو، بتعرف تمثل؟ اه بعرف امثل. اتفضل وريني. ايه اللي امثل لك يعني؟ اه مثل لي. ماشي، دي مفاجاه يا استاذ. دي ماشي، همثل لك مشهد من فيلم سمس البنات. جميل. تا 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 را 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 را. تا 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 را 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 تا را تا 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 را 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 تا را تا 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 را 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 را. ايه رايك يا استاذ؟ يا استاذ في هتعمل ايه يا استاذ؟ رايك ايه؟ يا استاذ رايك ايه؟ انت عملت حاجه؟ ده انا عملت لك الفيلم كله يا استاذ. فيلم يا ابني شو؟ الله انت مجنون، بعتبرك ان انا بعرف امثل. ورينا يا استاذ. انا هعمل لك فيلم اعدام ميت. الله بحب الفيلم ده قوي يا استاذ. تا 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 لا 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 لي لا لي لا لي را لا 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 لي لا 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 لي لا لا لي لا لي لا لا. ها ايه رايك؟ ها يا استاذ انت بتتغني. ليه؟ والله انت بتتغني. ليه؟ امال فين الحته بتاعت بيد اغسلك من العار يا ولدي؟ لا يا حبيبي انت ما اتفرجتش. لا اتفرجت. امال الحته بتاعت لي لا لي لا لي لا، ما هي دي الغسيل. الله فنان كبير قوي يا استاذ والله. ربنا والنبي يا استاذ امثل معاك. معلش والله مش هينفع. اي حاجه انا اسف غصب عني. اي دور في حد كده يا استاذ. معلش بعد اذنك. أتخذ. بعد اذنك ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ الاستاذ النجم الفنان. ربنا يخليك يا استاذ. مش انت يا اهبل؟ اوعى. يا اهلا وسهلا.
اقسم بالله انا سعيد جدا النهارده. اكتشافي وعهد الله لا يكسر السينمات. حضرتك قريت الدور؟ يا ابويا يا ابويا الدور عجبه، الدور عجبه. عندك اي ملاحظات؟ ايه استر يا رب. ابويا ابويا معقوله يا فنان هنغامر بيك؟ هننططك من الدور الارضي؟ هنجيب دوبلير؟ البريك ابويا طلبت سمك جابوا لك طعميه؟ حار اسود وعهد الله لا حاسبهم كلهم. ايه ده؟ شوف يا سيدي قال ايه ده عايز يمثل. هو 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 على رايك والله لمت اصلها. يا استاذ في يا ابني روح الفنان عايز يديك من خبراته. طرفني والله يا استاذ ربنا يخليك. يا فاهم اي حاجه يا استاذ؟ انت هتستعبط، ما هي واضحه زي الشمس. والله ما فاهم اي حاجه. خلاص سيب الموضوع ده عليا. بص يا ابني، هو التمثيل ده عباره عن ايه؟ احساس وقبول. اللي قدامك ده لا احساس ولا قبول. والله بترجم بالظبط والله. لا معلش الغلط من عندي انا اللي ترجمت غلط. ابويا اوقع احساس وقبول. ابويا فانا اقول لك كم ملحوظه كده ينجزوا معاك من الاخر. ثلاث حاجات، ثلاث حاجات يا اخوانا نركز فيهم كويس جدا. اول حاجه نركز في دورنا يا اخوانا، نركز فيه. تاني حاجه نهتم بالبوفات، بوفات بوفات كتير، بوفات بوفات بوفات. ثالث حاجه ما نعملش بوفات خالص، خش في الموضوع على طول. والله يا استاذ حضرتك بتديني بسمة امل. ابويا 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 انا اسف والله. بيقول لك انت ما بتهز اي حاجه من اللي هو بيقولها. صح يا استاذ. انا اسف انا اسف معلش. بص يا ابني ابويا قدامك انا اهو مثلا بحب التمثيل وبحب الغنى. الله يا استاذ طب ما تسمعنا حاجه. لا يا استاذ. يا ابني بيقول لك اسمع. غباوه دي. انا مش عارفني. انا قلت مني. انا الذي ملمحي الذي ملمحي. والله صوتك حلو. حلوة دي. ولا 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 شكلي شكلي ولا دا ولا دا ولا دا ولا دا. سلام. ولا دا ولا دا ولا دا ولا دا هي ها هو هي ولا دا انا. سيدي ايه ده الحلاوه دي؟ وعهد الله لا تغني تتر الفيلم. الجمال ده يا اخي. ايه انت كمان عايز تمثل معاه؟ انا مش مساعده. ربنا يخليك يا استاذ ربنا يخليك. خلاص انا اسف. اتفضل يا استاذ. هتمثل له فيلم ايه بس؟ الجراج. اتفضل. هسعدت اللوز. احنا بنبيع كل حاجه للناس اللي عايزه تشتري. احنا كده هنروح في الفاس. والله انا بترجم بامانه بالظبط. انا اسف انا اسف يا استاذ. امثل بقى مع الاستاذ مدحت. خش 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 ماشي بالظبط. انت عبيط يا ولا يا استاذ؟ انت عايز تمثل والنجم واقف يا استاذ؟ اخد فرصتك. اسكت انت تعمل رياكشنات بس يا كلب. ليه كده بس ولا ايه ده؟ المخرج جه. المخرج جه.
يا اسف. بالراحه بالراحه. يا اهلا وسهلا. نعمل بروفتنا بقى بعد اذنك، ما تعطلناش، يلا على البروفه. ده انا مجمع كاست وعهد الله، بس مدير التصوير يخرج من العنايه واختصوا على طول. الله يخرب بيتك يا استاذ بيتي، المنتج جاي متفكر يخرج التمثيليه. الله يخرب بيتك يا استاذ بيتي. الانتاج في مصر ينهار. رسالة إلى الحج أحمد السبكي، اهتم بهذه الموهبة القذرة. مش لازم يشتغل، مضوء احتكار، يقعد ما يمثلش تاني، لأن ده يعني هيريحنا كلنا. اللي حصل ده يا جماعة فكرني بحاجة قريتها في كتاب سنة 89 أما كنت في السودان، كتاب علمي اسمه حكاية الزجل اللي حير الكل. هذا الكتاب كان فيه مقارنة رهيبة بين أعمال ويليام شكسبير وأشعار عصام كاريكا، لأن الإحباط له رقة الحرير وقسوة الكتان. وخلوا بالكم أنا لست مذيعا. مالك يا حبيبتي؟ حسيت إن أنت محبطة، صغنططة كده ومحبطة، يخرب بيت في يمكتك يا شيخة، تلت ارباعك في يمك، كلك قد كده وفي يمك قد كده، مش معقول. الحالة اللي جاية تاني حالة في برنامج حديث مدينة، حالة إحباط شاب جميل يخرب بيوتكم. عجبني القميص قوي. اوعي اوعي، انا لست مذيعا، انا ايه؟ محاورا. قول لي يا ابني، عايزك تقول للناس اسمك ايه؟ أحمد نبيل. أحمد نبيل، اسمي فيه نبل، فيه شرف، فيه كرامة. الله، عندك كام سنة يا ابني؟ 28 سنة. ده مقاس جزمتك يا حبيبي، بقول لك اسمك إيه؟ أحمد نبيل. أحمد نبيل، وسنك؟ 28 سنة. 28 سنة، ساكن فين يا ابني؟ في القاهرة الجديدة. دعوة إلى العمران، إلى اقتحام الصحراء في القاهرة الجديدة. الإحباط يصل إلى القاهرة الجديدة، نهار أسود ومنيل. قول لي يا ابني، إيه هي مشكلتك؟ أنا هحكي لحضراتكم المشكلة. يا ابني ده أداء واحد رايح يقرا فاتحة، حرام عليك. عايزك تكتئب، تبقس الناس، خد خطوة لقدام، ضم رجلك، إيديك ورا ظهرك، بص للناس، عيط. أيوه. أنا هحكي لحضراتكم المشكلة. المشكلة هيحكيها لنا في برنامج حديث مدينة. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم في برنامجكم اقفش موهبة. اقفش موهبة، بنقفش كل المواهب اللي موجودة في الوطن العربي. بس قبل ما نتفرج عليهم نرحب بلجنة التحكيم ومن لبنان النجمة زوزو. ومعانا أهم منتج في الوطن العربي، المنتج اللي كل الناس تستمنى إن هي تشتغل معاه مش تتمنى، المنتج الأستاذ. اسم حضرتك ايه؟ ايه ده في ايه؟ ما انا قايل لك بره. معلش معلش. بسيوني بسيوني. ومعانا من الخليج. لا لا، انت ما قلتوش في المايك. قوله في المايك عشان الناس تسمع. بسيوني بسيوني. ومعانا من الخليج النجم الفنان ابو نواف. ابو نواف. ابو نواف. ابو نواف. نواف 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 نواف. لبنان لبنان لبنان. والراجل اللي بينعط اللي مش عارفين اسمه، نسمع له احلى تحيه على طول. ودلوقتي مع اول موهبه معانا، ويا رب تعجبكم. فلتتفضل الموهبه الاولى. هلا يا حبيب، شو اسمك؟ احمد سمير. ايه موهبتك؟ ايه؟ هو في ايه؟
يعني حبيبي والله موهبته تبدو أنها سر ما يريد أن يكشفها على حدا. حبيبي حمادة والله بتعطينا لمحة عن موهبتك. تفضل. سكر حلوة الدنيا السكر. جميل. لا 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 سكر حلوة الدنيا السكر. لا 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 سكر حلوة الدنيا السكر. لا 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 والله موهبة تجيب السكر. معلش بس خلاص يا شيخ هدي نفسك. ايه هالملل ولا لا 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 ايه هالملل. معلش بس انت عندك السكر. الله يا شيخ يا ابني في ايه يا ابني؟ انت صوتك فيه جرز ما بترنش بيه ليه؟ اعمل حاجة حلوة يلا. حبيبي عايز له سكر ومنين اجيب له سكر؟ ده حبيبي عايز له سكر. انت موهبه ملزقه يا شيخ. اتفضل. ده اقول لك من وين تجيب السكر؟ ايه ده؟ في ايه اللي حصل؟ قلبته في كوبايه شاي خلصت منه. بعد ما شفنا الموهبه الاولى نحب نسمع راي لجنه التحكيم. نبدا بلبنان. ابو نواف طبعا. ابو نواف والله انا كنت بعطيه لا لكن عشان خاطر عيونك بعطيه الف نعم. دخيلك ابو نواف. يا الله يلبقنا اللبناني. الله الاصل. طيب نسمع راي لبنان بقى. ايه كتير مهضوم. ايه بعطيه نعم. نخش على الموهبه يا استاذ. لا ايه مش هقول رايي. حضرتك عايز تقول رايك؟ ايوه طبعا. اتفضل قول رايك. انا بديله نعم. فرقت. انت غريب يا شيخ والله. نخش على الموهبه الثانيه. الموهبه الثانيه. يا الله يا الله. يعني هيدا باكج مواهب على بعض يا شيخ. يا اهلا بالموهبه. اتعرف بيك. محمد عبد السلام. وانت؟ عبد السلام محمد. ايه موهبتك؟ غنى. وانت؟ غنى. موهبه تدعو الى المزاوله. يعني أنا بشعر إني متزاول الآن. وأنت؟ أنا متزاول. أنت متزاول؟ وأنت متزاولة؟ إيه متزاولة وعندي أولاد. طب يلا يا شيخ اتفضل. الأيام الحلوة الأيام. بس يا شيخ خلصت الأيام. خلاص يا شيخ والله موهبة جميلة. يلا جميل جميل. كفى كفى. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. ليه كده؟ ليه كده؟ بعد الموهبة الثانية نحب نسمع رأي لجنة التحكيم. وأنا آسف جدا هسمع رأيك. أنا؟ آه ربنا يخليك. أنا بدي الواحد نعم والتاني لا. عرفت بقى ما بحبش أسمع رأيك ليه؟ عشان ما تدوخناش. يا عم يعني لو واحد كسب هنعمل لهم عملية بمليون جنيه عشان هو. نسمع رأي أبو نواف. والله يعني بعطيهم نعم. يلا. ولبنان؟ يخرب بيتهم شو حبيتهم. إيه نعم. نخش على الموهبة الرابعة. الموهبة الثالثة. الثالثة. يا الله يا الله. لا يا شيخ حرام. يا شيخ ايه موهبتك؟ الرماية. كيف يعني؟ فين في الرماية؟ الرماية يا اخي راعي ظروفه يا شيخ. طب يلا يا حبيبي تفضل. يلا الجمهور يا شيخ. يا شيخ يا شيخ يا شيخ يعني هيدا برنامج ترفيه تقتل الناس يا شيخ. كمان سخنة يا شيخ. يا ابني ليه كده؟ ليه كده يا ابني؟ حرام عليك. ليه؟ ليه يا ابني؟ إلا أطراف اللي واخدينها كلها طابع عين. والأفضل أنا وإنت وهي. أنا وإنت وهي وهي. خلي خلي بالك هنصور إنت ولا على بالك. خلي خلي بالك هنصور إنت ولا على بالك. إيه يا ابني؟ إنت غفيوني. يخرب بيتك. أعمل إيه؟ أهرب منك إذا سبت مصر ورحت أنحت في لبنان. أعمل إيه تاني؟ إنت اللي هتكتسبني يا ابني غفيوني. يا ابني عشان اكتشفك تموت انسان بريء مالوش ذنب. انسان بريء مين ده؟ الاستاذ التنبيتي. قوم قوم يا استاذ سلم على صاحبك حبيبك. حبيبي حبيبي. اوعي.
نعرفك يا ابني انت؟ انا السمبيسي. يخرب بيت السمبيسي على سنين السمبيسي. يا فهد ارجع بالذاكره 5 سنين لورا. فاكر لما كنت قاعد على القهوه بتضرب كوبايه حلب حصى وعدى واحد قال لك سلام عليكم؟ قلت له وعليكم السلام، اتفضل اطلب حاجه، قال لك شكرا. هو ده يا استاذ، الاستاذ السمبيسي. انت؟ ايوه ايوه يا ولاد الذين، افتكرت افتكرت من 5 سنين والمصحف معرفه. ازاي يا استاذ ده في وسطه بس؟ والله العظيم اول مره اشوف يا استاذ. قول له اي حاجه. رامز؟ ايه؟ انت رامز؟ رامز مين يا عم انت؟ انا سامي. ايوه رامز، انت رامز. انا سامي والله. انت رامز والله. تعبك يا رامز. تعبك يا رامز. احبك يا شيخ. والله احبك يا رامز. انا سامي. هو رامز يا شيخ. والله هو رامز يا شيخ. يلا يلا حبيب اخلع الماسك. يلا اخلع الماسك. اخلع الماسك يا شيخ. يا انا بحبه والله. مش هو، مش هو والله. والله ما هو يا استاذ. انا سامي والله. تعالى يلا بره. يلا ليه بس يا استاذ؟ يا واد نصاب اقسم بالله انا طرده مرتين. يلا طب اقدم البرنامج. ولا اي زفت بره. النبي يا استاذ اقدم البرنامج. قدم بره اتفضل. بعد الموهبه دي هم كانوا دافعين فلوس طبعا، فبعد اذنك برضه نسمع رايك برضه. والله يعني انا حلمت كتير باللي يغفلني، بعطيه النعم. وراي لبنان خطف لقلبي. ايه نعم حقيقة انا شايف من وجهة نخش المزل. على الموهبة الخامسة. امشي. طيب هو حضرتك متعصب ليه يا عم؟ في ايه يا عم؟ عايز اقول رأي. على فكرة الكرسي ده كان فاضي اساسا، احنا جايبينك عشان الكادر بس، يعني مش عشان حاجة تانية. انت في ايه؟ طب ما تسيحش. طيب يبقى نسكت بقى كده وناخد البريك بتاعنا ونهدى. نخش على الموهبة الجاية على طول. الموهبة الرابعة. ولا 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 الموهبة. يا الله يا شباب، وين الموهبة؟ أنا الموهبة. أنا الموهبة. أنت الموهبة؟ وين صاحب الموهبة؟ أنا صاحب الموهبة. يا حبيبي إحنا ما اختلفنا، أنت الموهبة، وين صاحبها؟ أنا صاحب الموهبة. مين بيدير الموهبة؟ أنا اللي بدورها. إيه؟ أنا اللي بدورها. أنت اللي مدور الموهبة؟ أعوذ بالله يا شيخ. خلينا نشوف، وحضرتك موهبتك إيه؟ كمال أجسام. نعم. بقى ده بيرفع أثقال؟ ده يرفع برشام حبيبي. اتفضل ورينا. والله وجهه كتير معبر. يدك معي يا شيخ، يدك معي. شكرا محمد يا شباب. شو بتسوي يا حبيبي؟ بحتفل يا شيف. ده برنامج ملعون يا شيف والله. تحتفل بايه؟ تحتفل تضرب برشام على الهوا يا شيف. طب اعطينا نص يعني، اعمل حاجه. احتفل جوه. وبقول لك ايه يا عنتر، هات 4 يشيلوا بس الحديد ده عشان ما ايه يا شيف. أبو نواف يعني نعم بعطيه نعم. يلا لبنان مسكين. نعم أقول؟ قول طبعاً. أنا بديله نعم. ألف ألف مبروك، شفت اديتك فرصة. الله يبارك لك والنبي يخليك. أبو نواف قبل ما نختم الفقرة دي ممكن تسمعني حاجة من صوتك؟ يا الله على الكسوف يا شيخ يعني. يا حراج والله مو مستعد يعني. لا والنبي تغبرني هالعيون أبو نواف. يا شيخ والله يعني عشان خاطري والنبي بتكسف يا شيخ يعني. أنت كلبك كسفي أنت. نعم نعم حبيبي. لا والنبي يعني أقول لكم كلمة، كيف ما بيقول هاني شاكر يعني صوت عندي برد، صوتي يعني واجعني يا شيخ. لا لا عشان خاطري، عشان خاطري. يا الله. يلا والله المصريين يعني حاجة جميلة. أنا أغني لك عشان أنت مصرية وأنا أحب المصريين، وأغني لك أغنية مصري. أغني لك أعطني رمضان. هي مش اسمها اديني رمضان؟ رمضان مين؟ لا يا شيخ، عنا في الخليج ما يصير نقول اديني، يعني عندكم في مصر ادوا بعضكم ما في مشاكل يعني. يعني مصر بلد العطاء، لكن احنا عنا بالخليج نقول أعطني رمضان. وبرضه ما يصير في الخليج نقول رمضان مين، يعني كلنا بنعرف رمضان مين، طالما رمضان يبقى صبحي، صح يا جماعة؟ وين الغلام؟ يا غلام! تعا يا بروس ويلز؟ وقف هنا يا شيخ، حافظ؟ يلا نقولها يا والله بغنيها عشان خاطر عيونك انت. حبيبي يا ابو نواف.
اعطيني رمضان صبحي، رمضان صبحي اعطيني، رمضان واقف عالكورة اربعة فرج ودجاجي ومحدش فاهم حاجة. يلا اعطيني رمضان صبحي، رمضان صبحي اعطيني، رمضان واقف عالكورة أربعة فرج ودجاجي ومحدش فاهم حاجة. غير يا غلام. أي خدمة يا حبيبتي؟ أي خدمة يا منور؟ إيه الحلاوة دي؟ أي خدمة يا حبيبي؟ القرض يعني ندخل على طول بقى على الموهبة الجاية. يلا بينا. إيه الموهبة الثامنة؟ الموهبة الخامسة. إيه الخامسة؟ انت الموهبه يعني حبيبي اعذرني يعني ما اشعر انك موهوب بالمره يعني الاتيتيود تبعك اتيتيود مدرس يعني ما اشعر انك فنان خلينا نشوف كده يعني حضرتك موهوب في ايه انا بغني ما كلها بتغني يعني جت عليك ده انا لسه مغني يلا يا شيخ يلا وانا حابر سبيل جاي من بلد الغلابة جاي أسلم عليكم يا أصحاب السعادة وأنا عابر سبيل جاي من بلد الغلابة جاي أسلم عليكم يا أصحاب السعادة وأقول لكم هاتوا العيدية وما يقطع ليكوا عادة وعديتي هي اهتمامكم بالناس الغلابة يا أصحاب السعادة ايه يا شيخ يعني ايه يا شيخ يعني جاي من بلد وعايز العيديه والجلابيه جاي تثبتنا يا شيخ ناقصين احباط يعني يا شيخ ولا مو عاجبني يا كابتن فيها كابتن يا كابتن جيت نكدت علينا عيشتنا ليه ما احنا كنا مبسوطين حاجه فرايحي هحكي لكم عن بلاد فيها الاحوال غريبه الظلم فيها عادي والحق فيها عيبه والحب فيها جاد يا ابني فيها ايه يا ابني انت مستعصدنا يعني بلدنا هتنطم على وشها من اللي انت بتعمله ده عايزين نفرح عايزين نبص اخر فرصه فيها اللي طلعوا مع السلالم واللي طارم بالبساط واللي سكنوا في القصور واللي ناموا على البلاط طلعوا مع السلالم واللي طارم بالبساط واللي سكنوا في القصور واللي ناموا على البلاط فيها اللي فائد للمشاعر واللي راضي بالقهات واللي هاجر منها قال انا ليكي مش راجع يا ابني يا ابني والله ما انت راجع شفت بقى بره يا كلب والله هتعيش وتموت شحات بالبيانولا دايما بره يلا يا شيخ بره يا شيخ ده لا وهم ده انا هقطع شراييني والمخ يعني انا مش فاهم بالظبط يعني هو حضرتك بتطرده مش المفروض ان انا اجي اسالك ورايك ايه في الموهبه وكده ما اسف يا شيخ موهبة سيئة يا شيخ أحبطنا يا شيخ نمنتجها يا أبو نواف أيوة كده يا شيخ فرحني نمنتجها منتج أبوها ودي كانت آخر فقرة معانا ومعاكم في أهم برنامج في الوطن العربي برنامجكم اقفش موهبة برنامجكم اقفش موهبة برنامجكم اقفش موهبة ولا روح روح يا شيخ هات الموهبة يا موهبة الحق 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 ضحكت علي وقفشنا الموهبة يلا يا شيخ يلا يعني حلال ولا حرام لما موهبة جميلة زي دي ما ينجحش في البرنامج وشوية العهات اللي كانوا طالعين دول هم اللي ينجحوا الموقف ده فكرني بحاجة جميلة لما كنت ماشي في فرنسا في الشانزليزيه في مسرح الفرنسيز دي تياتر بتفرج على مسرحية جميلة اسمها الدلع يا ابو شورت مولع المسرحية دي أنا دخلتها 30 ليلة عرض لدرجة إن الممثلين جالهم مني أنا حالة إحباط لأني كنت بدلعهم وأسألهم وأحرجهم
المهم عشان ما اطولش عليكم، انت نمتي يا حبيبتي؟ نمتي؟ صحيه والنبي صحيه عشان اصحي يا ماما. الحاله اللي جايه النهارده معانا حاله جميله لشاب مصري اصيل اصيب روحي يا ابني هات لي كوبايه شاي. انا المشكله انا الحاله استاذ مفيان. انت الحاله. ايوه حصريا في برنامج حديث مدينة، اول حاله احباط سمراء جميله من النوبه. سكسي لاهالي النوبه الجمال. شكرا استاذ مفيان. بص يا ابني، لا ما تخافش ما تخافش، انا مش عايزك تتخض. بص يا ابني انا ناعم كالدانتيلا. ايه ده؟ رقيق كالغريبه، سريع كالسوبر جيت. ايه؟ تعالى يا ابني. انت بتعمل فيها كده ليه؟ قول لي يا ابني وقول للناس، انت عندك كام سنه؟ 36. 36؟ قرب يا باشا، قرب اي حاجه ب 36. 36. مين قال 37؟ 36. 36. فيها استاذ مفيان؟ مفيش اي حاجه يا برنس جيل. تخلصني يا ماما بدل ما انت موقفنا كده. معلش احنا اسفين لسعادتك، يا ريت الناس الحلوه دي كلها جايه عايزه تعرف ايه هي المشكله. انا احكي لكم يابا الحكايه، اقول لكم المشكله بتاعتي من اولها. انا من حوالي 25. وانا هستناك يا حيوان 26 سنه عشان تحكي للناس. سعادتك مقتنع انه محبط؟ اقنع الباشا انك محبط. ده اقسم بالله خلاص. خلاص. فعلا فعلا الناس اقتنعت ان انت محبط. معانا ومعاكم النهارده هنعرف ايه هي مشكلتك. في ايه؟ في ايه؟ في برنامج حديث ام مدينة. ام مدينة؟ ايوه ام مدينة. من زمان انا وزميلي كان في شبح بيجي من الورق واقعد اضرب وياه، كان اسمه شادي، وانا وشادي اذكرنا سوا وقعدنا عنا صياد ضربنا في الهوا، وشادي فضل يضرب وانا برضو بضرب وافورنا سوا. الحمد لله انا لقيت مصباع على ايديها والظهر خلاص هيلعب معايا كده، مش هطلب حاجه من حد وهبقى غني وهبقى كبير قوي. استاذ علاء الدين. الحمد لله. حلوة. ايه ده؟ ماله العفريت ده؟ حلوة. يا ما ضحكني معاك طيب. يا عم راح فيها في نكت فظيعه تحت. يا ما تعالى بس نكت، انا اقول لك اللي انت عايزه. ده انا ما صدقت لقيتك. مش ان شاء الله سعادتك العفريت اللي طالع من مصباح الاستاذ علاء الدين؟ انا في العفريت اللي طالع من المصباح. طب طمني على الاستاذ علاء الدين. استاذ علاء الدين مين؟ صاحب المصباح. لا مفيش حد بالاسم ده. امال مين صاحب المصباح؟ استاذ علاء مرسي. قسما بالله هشوفك. ركز معايا يا باشا، ماليش في الكلام ده. ماشي. انا بكلمك على الاستاذ علاء الدين وياسمين اوي البوصات. البوصات؟ البوصات اخباره ايه؟ البوصات احبابي حلوه. حلوه دي يا زلمه والنبي. قسما بالله ما هحلك. ركز معايا بقى عشان انا تعبان وما صدقت لقيتها. ماشي. انا بقى دلوقتي ايه ممكن اطلب اللي انا عايزه؟ طبعا. اطلب اللي انا عايزه؟ طبعا. هتحقق لي احلامي. الله يابا مش انا جايني. طب بص انا طلباتي كتير واحلامي كتير، بس انا عندي مشكله صغيره. قبل ما اطلب طلباتي انا عايز اطلع من البلد دي عشان جبت اخري. عايز تطلع من البلد دي؟ طلعني بالله عليك خلاص. انا بص تعبت. هما بلدين. ايه؟ يا الصين يا الهند. ايه ده اشمعنى دول؟ هما دول اللي بعرف اضرب فيهم. تضرب فيز ايه؟ انت مش عفريت يابا ولا انت مخلصاتي ولا انت ايه؟ يابا عفريت. طب
طب ايه تاني مين ومين؟ يا الصين يا الهند، اختار لك واحدة. خلينا في الهندي يابا، انا ما بفوتش حلقة من مسلسلات الهندي. هند؟ انا اصلا بفهم هندي وهندي. الهند اكيد؟ ايوه يابا، طلعنا الهند. ماشي. يابا دي النمر والانثى. معلش معلش، دخلوا في بعض. ايوه بقى. مارتينا هيري. يا ده انا فاهمهم، مش بقول لك انا هندي. وانا كمان فاهمهم، مش انا جني. ساري بوريجري كانتر هي. انتوا ازاي تخطفوا الحته بتاعتي؟ ميري هيريكا هاركي ماردي ري. لا، الحته دي بتاعتنا كلنا. ساري بورو كانتر هي. اما الحته دي بتاعتي انا لوحدي. هاري بورو. اقعد اضربها طول الليل برضه لوحدي. ماري كاركي ما مارتينا. مفيش حاجه علينا. ساري كوندي هي. انسى يا حيلتها. كركوكا انكش. ساري هوري دوجيا. ما تخلينيش اعملها معاه. ميري هيريكا اركي مارتي. ما تعملها كده قدام الناس. ساري جوتو. محصور يا اخي. ماركي مارتو. الله يعرفك. يا ده الغباوه بدات. كهرج بابرتينا بارتاديو. طول عمرنا كنا رجاله، وقفنا وقفه رجاله. ماركا هاركي ما مارتينا اوري. انا ورا رجاله تاكل الحديد تاكل الزلط. ماري هيريكا هاركي مارتينا. لكن انا ما بحبش الزلط. ابكي صاحي عايز ايه؟ ابكي صاحي عايز ايه؟ مرجي مرجرها. بطه مش ليك يا شاروخان. سبي كنت هنهي. انا مفيش حد شبهي. ماما مارتينا سنجل. انت ما بتجيش ليه؟ ساري كنت كنترها. مش تبقى تيجي. هرجي دي مرجيلة. ماشي في نور الله، بدعي واقول يا رب يا رب. رجعني مصري يا عم، دول بيضربوا نار في محافظة بتيجي في واحد في محافظة تانية. أنا ناقص غباوة. طب أنا قلت لك في نوع هنا. لا يابا، نزلني مصري على الأقل فاهمين بين بيضرب والطلقة جاية منين. ماشي.
يا بادي النمر والونزة مش راجعين مصر. اه صح، يا بادي هجري الجماهير. يلا يا بابا قوم يا رب، مصر الكل اللي فيها احلى يا بابا والله العظيم. ممكن بقى اطلب طلباتي من هنا؟ يا بطلب براحتك. بما انها كتبت عليا خلاص يا بطلب اللي انت عايزه. انا عايز فلوس الى اقصى حاجه ممكن تجيبها. عايز فلوس؟ اه اقصى حاجه. عايز فلوس ونطرة عليها زي السيما. عايز فلوس؟ ايوه يابا نطرة عليها زي السيما. اشتغل يا اشتغل في ايه يا عم؟ اشتغل والله ربنا هيكرمك اقسم بالله. يابا في ايه؟ انت جاي محاضرة تنمية بشرية ولا عفريت؟ اسرع يابا اسرع. اسرع ايه؟ يا عم ما تعيش حد. يابا انت ايه ده؟ انت محبط ليه؟ انا مش محبط. يلا طب انسى طلب الفلوس ده خلاص. ماشي انا اجيب عربيه ابيعها. انا بص هات لي عربيه احدث موديل. عربيه؟ اه عايز عربيه. ايوه اديني قصت. ايه ايه قصت؟ اه البنوك ما خلتش وبنك ناصر والدنيا ولعه. ولا انا لو فتشتك يا قسما بالله ما هحلك. في انت هتجنني ولا ايه؟ مش كده عيب. انت ضربت 90% من احلامي. معلش طب هات لي شقه تلم واتجوز فيها. شقه؟ اه يا ابني ولا اعرف اجيب شقه، كنت بيت في المصباح ده. ايه ده؟ في ايه؟ انت ايه يا عم انت ايه؟ ايه التقلة يا بندق؟ شفت؟ ايه التقلة؟ يا صايع يا ابن الصايع. اه بابا اللي عملته ده يا بابا. في ايه؟ من الخضة يا ابني. يا فاشل يا ابن الفاشل. ايه؟ واقف تكلم نفسك في الشوارع. يابا احنا في البيت. بيت ايه يا ابني انت في الشارع يا اهبل؟ ايه؟ بص يا بابا بس ما تحرجنيش قدام الجن. محدش هيقدر يشوفني ولا يسمعني غيرك يا بندق. ما انا شايفك اهو يا ابني. في ايه؟ انا؟ ايوه انت. العمليه باظت؟ انا عامل عمليه ب 5000 جنيه عشان اختفي. ايه ده؟ لا اله الا الله. معلش ليه؟ انت دافع ده مقلي. لا يا بيه شيل ايدك من جيبك، انا مبليش حدش. ايه ده؟ والله العظيم جني، والله العظيم جني، بس عايز فرصة. أنا هطلب منه طلب. بقول لك إيه؟ أنا عايز أطلب منك طلب. الولية كسر عيني ومنكد عليا عيشتي. انا عايز لا الحاجات دي جايبها من الصيدليه يا حاج. الفضايح دي انت طلبت ايه؟ يا بندق بس امي. انت يا ولد عايز ايه يا اما؟ يا واد يا فاشل يا ابن الفاشل برضو. يا صايع يا ابن الصايع. بس بقى يا ماما مش كفايه ان انا شاكك اصلا ان انت امي بالبياض ده؟ يا واد ابوك ما فتحش عينه طول العمر ده، تيجي تفتحها دلوقتي؟ طب بس يا ماما ما تحرجنيش قدام الجن. محدش هيقدر يشوفني ولا يسمعني غيرك انت وابوك يا بندق. ما انا شايفك اهو يا فاشل. يا نهار اسود، ده انا اعمل دايت اسهل. يا بندق يا فاشل يا اخو الفاشل. يا صايع يا اخو الصايع. نعم انت ما نزلتش الشغل ليه يا لا؟ ما تروح اقعد شوف لك انت شغلانه وحلها عن سمايا. يا انت لما تنزل الشغل انا هقلبك في اليوميه. بس بقى ما تحرجنيش قدام الجن، ولا هتقول لي انت كمان شايف الجن. حماده الجن. محمود. ايه ده حبيب قلبي؟ حبيبي حماده. ايه ده حماده؟ ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ لا كنت بصور اعلان جنبكم هنا، قلت اجي اعدي عليك. لقيت لاخوك الاهبل ده ايه ماسك البراد ده وعمال يدعك فيه، قلت اشتغله بقى. براد؟ اه يعني انت واخد البراد وسايبني قاعد ادور عايز اعمل كوبايه شاي مش عارف. بس انت بقى دلوقتي يعني انت كل دي اشتغلها؟ اه اشتغلت. والعيال بتوع الهند دول كانوا معاك في نفس الاعلان؟ في الاوردر اللي جنبنا. قسما بالله ما هحل. خلاص مش كده. هتشوف غباوه؟ خلاص خلاص ما. والله العظيم ما هتشوف غير غباوه. طيب هو انت قلت لي كان بيحك في البراد ازاي؟ كان ماسك البراد ده وعمال يحك فيه كده اهو. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ ايه ده؟ هي قلبت غباوه ليه؟ ايه؟ دي بتحمر؟ بجد ولا ايه؟ ايه؟ اجري يا اما دي بتحمر؟ في الحال يا ولد. قادرين النبي. الإحباط يصل إلى العفاريت، حتى المصباح بقى صيني، العفريت أصابه الإحباط. يا ساتر يا ربي، حاجات بتقبق. حتى الجمل أصابه الإحباط. اللي حصل ده يا أولاد يفكرني بموقف جميل جداً، موقف لعم إبراهيم.
عم إبراهيم 68 سنة قدم على قرض من البنك عشان يعمل مشروع ويعيش منه. الحمد لله. صحيح عم إبراهيم اتسجن لأنه معرفش يسد القرض بتاعه وتوفى في السجن لما عرف الفوائد، بس الحمد لله دي بارقة أمل ندعو بها لعدم وجود الإحباط. حبيبتي أنت مالك فيكي إيه؟ وربنا من العالم مش هسكت غير لما أعرف أنت مالك فيكي إيه؟ تعالي يا ماما، تعالي يا حبيبتي. تعالي. حبيبتي طفلة بريئة أهي شكلها محبط. اقعدي يا حبيبتي. طفلة جميلة أصابها الإحباط، شوف فين فيونكة دي مش ربطت فيونكة الطفلة أبداً. أنت اسمك إيه يا حبيبتي؟ إيمان. اسمك إيه؟ قولي للناس اسمك إيه؟ إيمان. إيمان محبطة من ماما ولا من بابا؟ أرجوكي قولي لي. مش هي خالتك بقول لك إيه؟ أنا بصي أنا مش مذيع، أنا محاور هبهدلك قدام الناس. قولي محبطة من ماما ولا من بابا؟ مش من حد. مش من حد. سكسيلي إيمان لأنها دبلوماسية. برافو يا إيمان. إيمان طفلة جميلة. تفضلي يا إيمان اقعدي. يا سلام. الحمد لله أن إيمان لم يصيبها الإحباط. أعتقد كده يا جماعة إن الحلقة خلاص خلصت. كان نفسي أقعد معاكم وأسترسل وأخذ راحتي في الكلام كنت هتنبسطي لما أعرف. يا ساتر عليكي ست غريبة. إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامج حديث مدينة استنوني الأسبوع اللي جاي. يا ناجي يا ناجي يا نوجة يا نوجة مش ده الكيو يا حبيبي؟ إيه ده شو لسه في كلام هقوله في بيتك. إن شاء الله هنناقش ظاهرة الانتحار والانتحاريين في حلقة جديدة الأسبوع اللي جاي. وحياة أمي ما أنا ماشي، حياة أمي لما أخلص الحلقة وأقول الكلام تنزل بتطلع على النظارة. عارف انك عايز تقبض وتمشي، استنى يا ناجي. ابوس ايدك اخلص الحلقه. في عرض النبي يا شيخه. استنوني الاسبوع اللي جاي في حلقه جديده. ايه في ايه؟ ايه في ايه؟ ايه ايه؟ طب الكلام ده شمس بكرة لسه جاية، لسه في أحلام ودنيا. شمس بكرة لسه جاية، لسه في أحلام ودنيا. ما تساعدش اليأس ياخدك للفلات وتعيش ضحية. قوم وعافر في الحياة، دور على الحلم بإيديك. قوم وعافر في الحياة، دور على الحلم بإيديك. مش هتقبل وردتك طول ما الأمال لسه في عينيك. قوم وعافر في الحياة، دور على الحلم بإيديك. قوم وعافر في الحياة، دور على الحلم بإيديك. مش هتقبل وردتك طول ما الأمال لسه في عينيك. شمس بكرة لسه جاية، لسه في أحلام ودنيا. شمس بكرة لسه جاية، لسه في أحلام ودنيا. ما تساعدش اليأس ياخدك في البناك وتعيش ضحية.